هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل وصفة سهلة وبسيطة خالص. عبارة عن ايه؟ عبارة عن شيش طاووق، بس هنعملها كده بطريقة لطيفة حلوة. هنتبله تتبيلة حلوة، يعني هي الوصفة حلوة بصراحة، انا بحبها وبحب اعملها في البيت لما اكون مستعجل. بعملها مثلا الصبح خلاص، وعلى بال ما ارجع تكون هي اتبلت، حطت في التلاجة واتبلت، تطلع تتحط في النار على طول، وحاطين برده كمان شويه موتزاريلا، حاطين شويه دلع في الموضوع. تعالوا بقى ايه، نشوف واحده واحده كده خلاص، هنعمل اكله حلوه النهارده. يلا بينا. عندنا المكونات بتاعتنا، مكونات سهله وبسيطه، شويه لبن رايب وراك، جبنه موتزاريلا، فلفل عباره عن فلفل احمر واخضر واصفر، وبصل ابيض، وتوم بودره، بصل بودره، نعناع ناشف، سماء، وبابريكا مدخنة. احنا دلوقتي على حسب بقى حجم الفخد هنقطعه، حسب يعني ايه، على 2 على 3 حسب حجم الفخد اللي انت جايبه خلاص. حجم مثلا فخد زي ده كبير خلاص، هنروح مقطعينه مثلا على 3، يعني هو نصه كده هيتقطع على 3 تمام. اهو قطع الشيش. على فكره كلمه شيش طاووق معناها اسمه ايه ده، يعني شيش حديد، المفروض ان هو زي ايه، محطوط في سيخ مثلا تمام، بس هي اسم دارج احنا كله عندنا شيش طاووق، كل الوصفه المفروض نقول طاووق. طبعا لو انا بهبد قولوا لي يعني، بس هي الفكره في ايه، ان احنا اهم حاجه ما نهبدش في الاكل، الاكل نفسه ما فيهوش هبد، انما ممكن يعني نجود يعني، مش هو في الاخر اسمه فخاد وفي الاخر هتتاكل، وهتتعمل بطريقه حلوه وهناكلها وهننبسط كلنا وهنشرب كوبايه الشاي بعديها. طيب احنا المفروض ان احنا دلوقتي هنحط كل المكونات دي على بعضيها، بس هي الفكره مش ان انت تحط كله على بعضه وخلاص، هي فكره ان انت تحط ايه قبل ايه، وبحيث ان هم يعني يشتغلوا مع بعض ازاي. اول حاجه هنحطها شويه اللبن الرايب كده، تمام، حطينا اللبن الرايب. ممكن بقى ايه، نحط شويه البهارات بتاعتنا، نجيب المعلقه الصغننه، نحط شويه توم بودره تمام، نحط شويه بصل بودره كويس، نحط بقى شويه بابريكا مدخنه، انا بحب بصراحه البابريكا المدخنه تمام، نحط شويه سماء. يلا تمام، واحلى حاجه في الموضوع بقى شويه ايه، النعناع الناشف تمام، شويه النعناع. يلا يا عم كويس، تعالى بقى ايه، نقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه كده خلاص. ممكن نروح ضايفين شويه ايه، زيت زيتون، مش هيقول لا، انا شخصيا بحب زيت الزيتون تمام. حطينا شويه زيت الزيتون اهو. يلا هنحط البصل عشان البصل ما يقعدش لوحده، ونحط معاهم شويه الفلفل خلاص كويس. بصوا دخل، بص بقى شفت بقى، دخلوا مع بعض اهو، بص تقليبه يعني، بص احنا انت قاعد بتعمل الحاجه بمزاج يعني، مش لازم تحط كله على بعضه وقلب، لا ليه، واحده واحده اهو تمام. هروح نازلين دلوقتي بالفراخ اهي الوراك، ونبتدي بقى نشتغل بايدينا بقى. يلا حطينا شويه الوراك تمام، قلب بقى بايدك يا معلم، اهم حاجه بقى بص بايدك، يعني مش بقول لك فعص، بقول لك لا كده اقعد قلب بايدك تمام، بحيث ان انت تحس ان كل التتبيله لمست الخضار مع الفراخ، فيش حاجه ما خدتش حقها. طيب احنا خلاص دلوقتي عملناها ايه، والدنيا زي الفل معانا وخلاص، هي دلوقتي جاهزه على ايه او واقفه على ايه، واقفه ان احنا نقفلها ببلاستيك راب تمام، ونحطها في الثلاجه عندك بقى من اول ساعتين لحد 24 ساعه. بص الطاسه اهي تمام، شويه زيت زيتون، شويه زيت زيتون حلوين يعني، شويه زيت زيتون كده خليك كريم تمام، مش هنسيبه طبعا يسخن خلاص، جايين كده وعاملين ايه، عاملين كده بس خلاص، حطيناه على النار تمام، نديها كده تقليبه. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ المفروض ان احنا نغطيه علشان خاطر الفراخ تنزل المايه بتاعتها وتستوي كويس، بس طبعا مش عايزينها تبقى شوربه، فاحنا لما تستوي
هنشيل الغطا بحيث ان الميه اللي نزلت تتبخر. احنا عايزينها يعني تاكل كده حته الفراخ تكون طريه وتكون جوسي خلاص، بس مش عايزينها ناشفه، فاحنا مش هنسيبها لحد لما تنشف. تعالوا تابعونا، كل ده هنصوره، كل ده هيتشاف يعني. يلا بينا. خلاص احنا وصلنا للمرحله بتاعه هنوطي النار ونغطي. يلا بينا. وطينا النار خلاص ونغطي بس خلاص. طيب احنا دلوقتي سايبينها بقى لها حبه حلوين اهو، المفروض لما نفتح نلاقي فيه الميه بتاعه الفراخ. بص عامله ميه وحاجه ايه زي الفل. كل اكله بيبقى في مكون فيها اساسي اللي هو الملح والفلفل، فانا اقصد ان انا ما احطش الملح والفلفل من ضمن البهارات لانها ممكن تكون اختياري يعني، مش شرط. احنا حطينا بهارات كتير بس خلاص. احنا دلوقتي نقعد بقى نقلب فيها شويه لحد ما الميه دي تخف شويه وبس. طيب خلاص دلوقتي هنقفل النار. بصوا الميه خلاص نشفت وبقت صوص، والصوص تقل. تعالى بقى نروح نبتدي ايه ننزل في البريم. تمام ننزل بقى كده كل حاجه وما نسيبش اي حاجه خالص في الطاسه، لان الطاسه دي احنا تعبنا فيها خلاص. على فكره هرجع تاني واقول لك ده، بس مش الاغنيه الشيش طاووق ده ممكن اكله دلوقتي يعني، ممكن اعمل معاه بقى برده شويه رز، ممكن اعمل معاه شويه اي اللي شويته خلاص واكله كده. بس احنا زي ما قلنا بنحب ايه، بنجدد، وبنجدد في حاجه حلوه مش حاجه وحشه يعني. فاحنا هنحط بقى ايه شويه موتزاريلا كده على الوش خلاص. ايه اللي عندنا دلوقتي محتاج يستوي؟ الموتزاريلا. هندخله في الفرن ونفتح الشوايه. تمام نديها بس كده ايه تاخد اللون بتاعها الحلو بس خلاص. طلع من الفرن الموتزاريلا واخده الوش بتاعها الجميل. هنحط دلوقتي الشوكه ونشوف بقى ايه اللي هيطلع معانا. يلا بينا. ده اسمه ايه؟ ده اسمه ممكن نسميه طاجن شيش طاووق، ممكن نسميه شيش طاووق بالموتزاريلا، ممكن نسميه شيش طاووق بس، ممكن نسميه زي ما احنا عايزين نسميه خلاص. المهم ان هو في الاخر حاجه حلوه طعمها حلو جديده، وكل المكونات بتاعتها سهله وبسيطه، وكل المكونات بتاعتها مفيده خلاص، وطعمها حلو. وبالنسبه للاطفال دي وجبه يعني مش عايز اقول لك، هياكلوا فيها خضار، هياكلوا فيها فراخ، هياكلوا فيها كل حاجه وهينبسطوا، وانتوا كمان هتجربوها وهتتبسطوا وهتدعوا لي. تمام جربوها وقولوا لي بقى. يلا. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.